السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم انا جبت لكم وصفه زوينه ورائعه جدا، وكيف ما كنقول لكم دائما بلي الوصفات ديالي هي وصفات ماخوذه من عند اختصاصيين في التجميل، فهاد الوصفه كتصلح لجميع انواع البشره حيت فيها مكونات زوينه ورائعه وما كترش كاع بالبشره، وفي نفس الوقت هي كتفتح لون البشره، وبالنسبه للناس اللي استعملوا في هذا الصيف غادي تفتح لهم اللون البشره ديالهم بالحق، ماشي من الاستعمال الاول، غنستعملوها جوج مرات في الاسبوع، من بعد غادي نبداو نلاحظوا ان هنا بشرتنا تفتحات. لهذه البشره، لهذه الوصفه غادي نحتاجوا معلقه ديال الحليب بودره، معلقه ديال الطين الابيض، الطين الابيض اللي غني بالمعادن وزوين، والاخصائيين كينصحوا به، وبل ان الاخصائيين كيستعملوه حتى في البشره ديالهم، ومعلقه ديال النشا. وغادي نخلطوا هذه الوصفه بماء ورد، ماء الورد يكون ماشي بالضروري يكون ماء ورد مقطع على اليد، المهم تكون الماركه ديالو زوينه، ماء ورد حسب الخليط. وكيف ما كنقول لكم البنات دائما، الا عجبتكم الوصفه وتاكدتم من الفعاليه ديالها ما تنساونيش نجيم وابوني باش نستافدوا كاملين ان شاء الله. فالوصفات اللي كنحط هي مقوده من عند اختصاصيين في التجميل، انا فقط كنقرب لكم المعلومه وكنشوف داكشي اللي كنحتاجوه كل يوم واللي كنبغيوه. هي سهله جدا ولكن الفوائد ديالها مفيده وزوينه بزاف. هذه هي الوصفه ديالنا البنات، غادي نديروها في الوجه ديالنا. بالنسبه للناس اللي عندهم البشره ديالهم كتقشر بهذه الحراره ديال هذا الصيف، يمكن لهم يزيدوا فيها، ولا بغاو يديروه غوماج يزيدوا فيها الشوفان، الشوفان اللي حتى هو زوين بزاف، يخليوها حتى ترجع على شكل عجين، من بعد يديروها في الوجه ديالهم يخليوها حتى تيبس، وعاد يحكو بشكل دائري بشويه على البشره، وان شاء الله غادي تشوفوا الفعاليه والجمال ديال هذه الوصفه. واللي ما بغاش يدير غوماج، بغى فقط يغطي البشره ديالو ويشوف النتائج الجميله والمبهره، غادي يستعملها هكا فقط، الحليب كما قلت بودره ونشا والطين الابيض. وبغيت ناكد لكم البنات على الوصفه ديال الرجلين، راه وصفه رائعه رائعه رائعه، وكنتمنى كلشي يجربها لانها زوينه بزاف 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 بزاف، وغادي تشكروني عليها. ما تنساوش خليو التعليق ديالكم اللي عجبته الوصفه، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. اليوم جبت لكم زوج وصفات زوينين بزاف، وحده كتمسك الاخرى، وكما كنقول لكم دائما ان الوصفات ديالي ماخوذه من عند اخصائيين في التجميل، يعني وصفات اللي موثوقه وزوينه بزاف، وحتى النصائح اللي كيقولوا لكم راه كي كنشوف شي نصيحه مهمه راه كنقولها لكم حتى انا في الفيديو. نبداو على بركه الله، بسم الله. لهذه الوصفه غادي نحتاجوا الشوفان، شوفان مطحون، تفاحه محكوكه قشرناها وحكيناها، قشرناها مزيان حيت القشره ديالها كيكون فيها مواد اللي كتكون مداويه بها، داكشي علاش قشرناها مزيان. وحليب كامل الدسم، هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. غادي نديرو معلقه ديال التفاح محكوك. هاد الوصفه البنات غادي تعطيكم نضاره للبشره، يعني البشره ديالكم غتولي نقيه وكتبان الجمال ديالها الداخلي، ونقيه وزوينه بزاف. معلقه ديال الشوفان وحليب كامل الدسم حسب الخليط. البنات غير زعما تستعملوا هاد الوصفات راهم زوينين بزاف والله العظيم الا زوينين، ومني كتبقاي ديريهم في البشره ديالك كتحسي بلي البشره ديالك اختلفت بزاف، حتى المكياج الا بغيتي ديريه في الوجه ديالك فما كتجيش بلاصه مجمعه فيها فوندوتان، بلاصه ما مجمعاش فيها، بالعكس كتجي اللون متوحد وزوينه، والمكياج كيبان زوين في البشره ديالك. وملي كتكوني ما دايراش الماكياج كتكون البشره ديالك كتبان نقيه وناعمه ورطبه.
كما قلت هذه الوصفه غادي تعطيك واحد النضاره للوجه ديالك وغادي تردوا لك زوين بزاف. فقط البنات توكلوا على الله وبداو من عندكم، مناش تخافوا، وصفات طبيعيه ما غاديش تضركم. فقط ما نستعملوش داك المكونات اللي كتكون بحال القرنفل بحال هادو اللي ما نستعملوش حيت يمكن يضروا لنا بالبشره ديالنا. اما التفاح ولا الخرطال شي اشياء اللي كناكلوها ما يمكنش انها تضر لنا. ولا عجبتكم الوصفه وتاكدتوا كيف ما كنقول لكم دائما الفعاليه ديالها والجمال، ما تنساونيش ملي لايك وابوني باش نستافدوا كاملين ان شاء الله.